لا، لدينا من المعطيات ومن المواقع ومن الوقائع في ملفات متواترة ما يجعلنا نخلص كصحفيين مدافعين عن حرية الصحافة في المغرب واستقلاليتها أن الملفات المعروضة أمام القضاء أو التي صدرت فيها أحكام هي ملفات سياسية. اسمح لي. علاش؟ اسمح لي، لأنه تنعرف بأن هذا عمر الرضي على سبيل المثال إلى الحصر قد توبع سلفا واعتقل في ملف مرتبط بتويت غرد الرجل بجملة يعلق فيها على حكم قضائي تجاه شباب الريف، وكانت عنده متابعة قضائية شهدت محطات من ضمنها محطة ديال الاعتقال، وتم الإفراج عليه وقرار ديال المتابعة ديالو. شوية هاد عمر الراضي تحول إلى موضوع حسب تقرير أنجزته منظمة دولية تحظى بالاحترام والرصانة مرتبط بالبيجاسوس والتنصت على الهاتف ديالو. شوية بقدرة قادر مباشرة تحول الرجل إلى موضوع متابعة مرتبطة بماذا؟ تلقي الأموال الخارجية، تجسس، وعبارات هلامية بحال اللي ذكر أحمد رضا ديك الساعة من قبيل الإضرار بالوضع الدبلوماسي للبلد. سيكوا شنو ما الذي يعني الإضرار بالوضع الدبلوماسي للبلد؟ شنو هذا؟ شنو كتعني؟ حاجة أخرى، واخا هذا ملف عادي، بما أنك تتحدث عن تلقي الرجل لأموال من جهات خارجية، شكون هي الجهات الخارجية؟ وشنو معنيت أنه يتلقى عمر الراضي أو غيره من المواطنين المغاربة أموال من مؤسسات خاصة إعلامية أو ديال الاستشارة لقاء عمل؟ أصلاً حنا تنتكلموا على انحصار الممارسة المؤسساتية، جور الصحفي المستقل لليوم المغاربة إلا بغيتي تديهم تهمة تلقي أموال خارجية غادي تديهم للحبس كلهم، لأنهم ضاقت الممارسة الصحفية في البلد، فبقى واحد شوية ديال منسوب الحرية داخل مؤسسات أجنبية تأديو معها العمل سواء ديال إنتاج المادة الصحفية أو ديال الاستشارة واللي تعيشوا منه. إذا هذه تهمة جاهزة ياك وقبلية باش تدخل هاد عباد الله هادو للحباسات بدون أدنى مشكل. واخا تجي تتبع عمر راضي بالتهمة ديال تلقي الأموال الخارجية 48 عام من بعد او 72 ساعه كنلقاو لو غولفي دو كونت ديالو 10 سنوات خلات كلها محطوطه في موقع الكتروني. كيفاش؟ كيفاش هذا الموقع؟ اذا كانت هذه قضيه عاديه فكيفاش هذا الموقع الالكتروني تمكن من انه يكون عنده لو غولفي دو كونت ديال هذا السيد هذا مده 10 سنين؟ وملي بداو لي كومونتاتور تيقولوا لهم يا ودي واش هذه هي الاموال الخارجيه؟ 2000 درهم في شهر واحد و6000 درهم في شهر تسعود و11000 درهم في 2014، وملي جمعوا داك الشيء كامل لقاوه لا يوازي يعني حتى البنزين ديال الطوموبيل ديال مدير النشر ديال هذيك الجريده اللي خرجت الغولفي في شهر. عاد سحبوا هذه المعطيات الخاصه التي لا يمكن ان تتاتى إلا من خلال الاطلاع على وثائق من الناحية القانونية هي تحت حماية وأمانة مؤسسة عمومية معنية بالتحقيق، فيا محاضر الضابطة القضائية يا النيابة العامة. هذا الشيء هذا تكرر في عدد من الملفات، شفنا نصر الزفزافي تيتعرى أيضا في موقع إلكتروني، وشفنا أعداد ديال التنبؤات، لأنه اللي وقع هو أن هذه الملفات مجتمعة فيها واحد الحاجة مشتركة، هي قبل أن تكون ملفات قضائية كانت نبوءة، نبوءة، وتحولنا في الممارسة الصحفية المغربية من وصف الوقائع وتحليلها إلى النبوءة. ياك أسسنا لجنس صحفي جديد سميته النبوءة. تنجلس أنا رشيد البلغيتي مدير النشر ديال جريدة زر بوان ام ا او الصحفي في زر بوان ام ا، وبقدرة قادر ينزل علي الوحي ياك، فأتنبأ في مقال مكتوب بيوم تأتي فيه الضابطة القضائية إلى بيت سليمان الريسوني لكي تعتقله. والذي يوحي إلي
لا يوحي إلي فقط طبيعة المساطير ومتى ستكون فيها المتابعة وتواريخها، ولكن أيضا يوحي إلي كي أكون حاضرا في اللحظة من أجل مسرحة الفعل، لكي تكتمل بور تياتراليزي لا سين، لكي تكتمل كل الشروط. فأبدأ بمرحلة النبوءة والتنبؤ للذي سيحدث، وبعد ذلك يوحى إلي لكي أكون جزءا من التاريخ وجزءا منه، حاملا للكاميرا في اللحظة نفسها. إيوا ما تجيوش تقولوا لنا زعما مع كل التحفظ الممكن، عباد الله لغتكم يجب أن تكون لغة مصدرية ولغة قانونية، لأننا أمام مواد في إطار مسطرة قضائية عنوانها لا غيدل دو دغوا كي جينيرالي ابستخيت، وانتم كلكم كمحللين وملاحظين ومعلقين يجب أن تلتمسوا أو تلتزموا بقاموسنا وما ننتجه من كلام لكي تعيدوا إنتاجه في التحليل. لا، لدينا من المعطيات ومن المواقع ومن الوقائع في ملفات متواترة ما يجعلنا نخلص كصحفيين مدافعين عن حرية الصحافة في المغرب واستقلاليتها، أن الملفات المعروضة أمام القضاء أو التي صدرت فيها أحكام هي ملفات سياسية.